متابعينا الكرام، مرحبا بكم اليوم في قصة جديدة للعنوان ديالها نظرة مجتمع. بزاف الناس كيحكموا على الآخرين من خلال الضرابي اللي في وجههم، بزاف الناس كيحكموا على الآخرين من خلال الأوشام التي تغزو السادة. هنا المجتمع ديالنا كيصنع لنا مجرمين، ونظرة مجتمع هي البطل ديال هاد الحلقة وديال هاد القصة اللي غادي نحكيوها حصريا على قناة السفير 24. هاد القصة ديال واحد الشخص كان سميتو موسى. هاد الشخص كان عايش حياته بحاله بحال جميع الناس، كيمشي من الخدمة للدار، من الدار للخدمة. واحد النهار غيوقع عليه مشكل اللي غيغير حياته وغيقلبها رأسا على عقب. موسى الصباح غادي للخدمة ديالو، معليه ما بيه، غيتعرضوا ليه اللصوص، غادي يشفروا ليه كاع داكشي اللي عنده، وغادي يضربوه ضربة خايبة للوجه. مشى موسى للسبيطار، خيط ديك الضربة، ولكن بقات الأمارة ديالها بين ليه في الوجه ديالو. وموسى إنسان طيب، إنسان ما عندوش مع المشاكل، إنسان يعني كان من الدار الخدمة ومن الخدمة للدار، غيلقى راسو في مواجهة نظرة مجتمع اللي غادي يشوفوا فيه الناس نظرة سيئة. واحد النهار واحد المرأة كانت غادية هزت تقول موسى على الطبيعة ديالو والطيبوبة اللي فيه، مشى بغى يعاونها. قال ليها واش نهز معاك أمي؟ تقول ديك المرأة شافت الضربة اللي في وجهه ونظرات لي واحد النظرة سيئة وبدات كتغوت، ظناتو لص أو صحباتو شفار. هنا موسى غادي يدخل في دوامة نفسية وغادي يبقى فيه الحال بزاف، لأنه ولا فين ما كيدوز الناس كتشوف فيه شوفة ناقصة وكتنظر ليه نظرة سيئة. إذن موسى غيقرر على أنه ينتقم من المجتمع ويبان في الصورة الحقيقية اللي كيشوفوها به الآخرين. بينه وبين راسه قال الناس كيشوفوني على أنني شفار ولا أنني مجرم، إذن خاصني نولي مجرم بالفعل باش ما يبقاش في الحال. هنا موسى غيولي لص خطير، كيشفر الناس وكيضربهم في وجههم، كيشفر الضحايا ديالو، أي ضحية قام بسرقة الحاجيات ديالو كيضربو ضربة خطيرة على مستوى الوجه. تولت السرقات ديالو. واحد النهار غيبغي يشفر واحد الشخص، ولكن الشخص غيتعرف عليه. هنا غيمشي يخبر السلطات وغيتبدا سلسلة البحث عن موسى. موسى عرف راسو بأنه كيقلبوا عليه، إذن خاصو يخوي المكان. مشى لواحد الغابة ويعني اتخذ تلك الغابة كمسكن له، ولكن في جنب تلك الغابة كاين واحد الطريق يعني كيدوزوا منها السيارات ويدوزوا منها الناس. كيخرج موسى كيقوم بالسرقات ديالو، كيبراكي طوموبيلات، كيبراكي الشاحنات، اي حاجه دايزه من ديك الطريق كيمشي كيشفرها. واحد النهار واحد السيده دايزه بالسياره ديالها، غيعترض السبيل ديالها، موسى غيسلب الحاجيات ديالها وغيديها معاه الغابة وغيتعدى عليها بوحشية. بقى موسى رابط تلك الإنسانة وكي تعدى عليها بوحشية، وفي نفس الوقت كيقوم بالسرقات ديالو. اكترت الشكايات عند المصالح الأمنية وداروا لموسى واحد الكمين باش يشدوه وباش يعتقلوه، لأنه ولا كيشكل خطر على الناس وخطر على المارة وخطر على نفسه أيضا.
غيديروا ليه الشرطة واحد الكمين، غيصيفطوا العناصر ديالهم بسيارات مدنية. هنا موسى كالعادة ديالو غيظنهم ناس عاديين، غيمشي غيبغي يدي لهم ديالهم ويتعدى عليهم. هنا غتبدأ المطاردة، غيطاردوه بحكم أنه حافظ الأماكن وحافظ الغابة. غيمشي غيدخل هنا، السلطات غيستعنوا بالكلاب باش يحدوا المكان ديالو. ملي غيلقاو غيشد موسى تلك الإنسانة اللي كان يعني شادها كرهينة، غادي يقول لهم إلا قربتوا ليا غادي نقوم بالذبح ديالها. بقاو السلطات كيسايسوا معاه، احتل واحد اللحظة واحد شرطي شجاع غادي يتدخل في لقطة بوليودية وغادي يدفع موسى، وغادي يستطيعوا على أنهم يعتقلوه وغيباشروا معاه تحقيق يستطيعوا على أنهم يعتقلوه وغيباشروا معاه تحقيقات. هنا موسى غيتحكم بالإعدام، ولكن إلى رجعنا الأسباب والدوافع غنلقاو باللي المجتمع هو السبب. العديد منا تيقولوا باللي المجتمع ديالنا ما كيرحمش، ولكن المجتمع راه كيتكون مني انا ومن الاخر ومنك انت. فلذلك قبل من نحكمه على اي شخص ونعطيه احكام مسبقه، واجب علينا نعرفه قصه الانسان وشنو الدوافع وشنو الاسباب اللي خلات مثلا الشخص يوشم في الجسد ديالو، واللي خلات الشخص على انه يتضرب في وجهه، واللي خلات الشخص على انه يبان مجرم. اذا هذه القصه كتحمل رساله اللي هي ما نبقاوش نحكموا على الاشخاص، وباش نحدوا من هذه العنصريه اللي ولات كثيره بحكم ان هاد الناس كيلقاو راسهم منبوذين من المجتمع، وبالتالي كيبقاو في صراع ابدي مع المجتمع، ودائما كنشوفوا سلوكات عنيفة من طرفهم. إلى هنا متابعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، وترقبونا في قصص جديدة من برنامجكم قصص من الواقع المظلم حصريا على قناتكم السفير 24.